السلام عليكم طلاب، أنا زينب حمزة راح أكون وياكم بالسيشن الثالث من موديول الكارديوفاسكولار سيستم. راح نأخذ بهذه المحاضرة الديفلوبمنت أوف الكارديوفاسكولار سيستم، اللي هو تكوين جهاز القلب والأوعية الدموية. هنا عندنا learning objective، راح نأخذ بهذه المحاضرة الformation and looping of the primitive heart tube، إنه هذا الهارت تيوب شو راح يتكون وورا ما راح يتكون، راح يصير له looping. راح ناخذ regions of the heart، المناطق اللي راح تكون معدة الهارت. ايضا راح ناخذ الاناتومي of the adult heart، احنا نعرف بانه الادولت هارت يختلف عن الامبريو هارت. ايضا راح ناخذ البروسيس اوف السبتيشن، اللي هي عمليه السبتيشن، يعني راح تكون عندنا الاتريال سيبتوم اللي هو راح يفصل الليفت اتريوم عن الرايت اتريوم، وايضا الفنتريكولار سيبتوم اللي راح يفصل الليفت فنتريكل عن الرايت فنتريكل. وايضا راح ناخذ الفيتال سيركوليشن والديفلوبمنت اوف الجريت فازلز والفيت اوف الفيتال شان. هذه كلها راح ناخذها اثناء المحاضره. طبعا قبل لا ادخل بالمحاضره، احنا اخذنا بالاستو ماده التشو اوف ذا بادي، اخذنا يعني ايش كم محاضره عن الامبريو، اخذنا بالاسبوع الثاني شنو الاحداث اللي راح تصير بالاسبوع الثالث، الطبقات اللي راح تتكون عندنا بالاسبوع الثاني والطبقات اللي راح تتكون عندنا بالاسبوع الثالث. ضروري هنا يعني نتذكرهن، لانه بهذه المحاضره يعني ذاكرنا الابيبلاست، ذاكرنا البريمتيف ستريك، بس ما موضحنا شنو هن باعتبار انه احنا اخذناهن بالاستو. فهنا راح شويه يعني يعني مقدمه هيك عنهن، انه اخذنا بالاستو انه بالاسبوع الثاني راح تتكون عندنا طبقتين، اللي هي طبقه الابيبلاست وطبقة الهايبوبلاست، هذه بالأسبوع الثاني. وقلنا بأنه بالأسبوع الثالث راح تكون عندنا ثلاث طبقات، إنه هاي طبقة الأبيبلاست راح يصير بيها مايجريشن، فراح تكون عندنا ثلاث طبقات اللي هي طبقة الأبيبلاست، العفو طبقة الإكتوديرم وطبقة الميزوديرم وطبقة الإندوديرم. مثل ما هنا إنه هاي بالأسبوع الثاني كانت عندنا بايلامينار ديسك اللي هي الأبيبلاست والهايبوبلاست. بعدين راح يصير عندنا مايجريشن بطبقة الأبيبلاست، إنه هاي خلايا الأبيبلاست راح تهاجر من خلال أكو فتشق هنا يسمونه البريمتيف ستريك، راح تهاجر الخلايا من خلاله، راح تدخل وتكون لي ثلاث طبقات، اللي هي طبقة الميزوديرم اللي هي بالوسط، فوقها طبقة الإكتوديرم وطبقة الإندوديرم. إذا ناخذ فد مقطع للأبيبلاست، نشوف انه طبقة الابيبلاست اللي بيها كرانيال اند جهة رئيسية وبيها كاودال اند. هنا بالكرانيال اند بالجهة الرئيسية عندنا فتحة يسمونها الاورال فالانجيال ميمبرانز، اللي هي هذه مستقبلا راح تكون فتحة الفم الفيوتشر ماوث، وعندنا بالكاودال اند فتحة يسمونها الكواكل ميمبرانز، اللي هي مستقبلا راح تكون فتحة الانس الفيوتشر انس. قلنا هنا هذا عندنا النوتوكورد اللي راح نستفاد يعني من عندنا بالنيرفز. هنا عندنا فتشق بطبقة الأبيبلاست يسمونه البريمتيف ستريك أو البريمتيف جروف، وهنا أكو هيك يعني في جزء منتفخ بالأعلى يسمونه البريمتيف نود. هذه كلها أخذنا يعني. هنا عندنا طبعا فوق الأورال فارنجيال ميمبرانز عندنا فد منطقة يسمونها الكارديوجينيك أريا، هي اللي راح يتكون من عندها الهارت، يعني أول ما راح يتكون بيها الهارت هي هنا بالكارديوجينيك أريا. هذه يعني تذكر هنا. إذا هنا نجي طبقة الميزوديرم، هنا طبقة الميزوديرم أكو في الجزء عندنا بالوسط يسمونه النوتوكورد، هسا أراوكم إياه بالصورة بس خل أوضحها. هنا عندنا هذا النوتوكورد، هنا بصف النوتوكورد منا ومنا أكو في الجزء يسمونه البراكزيال ميزوديرم، وبصف البراكزيال ميزوديرم الانترميديت ميزوديرم، هم من هذه الجهه ومن هذه الجهه. وهنا عندنا جزء يسمونه اللاتيرال ميزوديرم. هذا اللاتيرال ميزوديرم اذا نجي ناخذ هذا اللاتيرال ميزوديرم نشوفه يتكون من جزئين، جزء يسمونه السوماتيك لاير، يعني طبقه يسمونها السوماتيك لاير، وطبقه يسمونها السيمبلانتيك لاير. بلانشينج لاير، فهسه هذه اللاترال ميزوديرم تنقسم الى جزئين، جزء يسمونه السوماتيك وجزء يسمونه السيبلانشينج. فهنا راح يتكون عندنا فتشق بيناتهن هيك، هنا يسمونه الانترا امبريونيك كافيتي. هذا الشق راح يفصل هاي السوماتيك عن السيبلانشينج، بحيث انه هاي السوماتيك لاير راح تندمج ويا هاي الاكتوديرم، وهذه السيبلانشينج لاير راح تندمج ويا هذه طبقه الاندوديرم، وراح يتكون في هيك كافيتي بيناتهن يسمونه الانترا امبريونيك كافيتي.
هسه راح اراويكم اياها بالصوره. هنا هذا هنا عندنا طبقه الاكتوديرم اللي هي فوق، وبالوسط طبقه الميزوديرم، وهنا عندنا طبقه الاندوديرم. قلنا بانه طبقه الميزوديرم بها النوتوكورد، هنا بصف النوتوكورد عندنا البراكسيال ميزوديرم، وبصف البراكسيال ميزوديرم عندنا الانترميديت ميزوديرم. هنا عندنا اللاترال ميزوديرم. قلنا اللاترال ميزوديرم تنقسم الى طبقتين، طبقه يسمونها السوماتيك لاير وطبقه يسمونها السيبلانشينج لاير. بعدين هذني راح يصير بيناتهم فتح شق بحيث يفصل هاي السوماتيك لاير عن السيبلانشينج لاير. هذا الشق او الكابيتي اللي راح تكون بيناتهم يسمونه الانترا امبريونيك كابيتي. بعدين هذه طبقه السوماتيك لاير راح تندمج ويا هذه طبقه الاكتوديرم اللي فوقها، وهذه السيبلانشينج لاير راح تندمج ويا طبقه الاندوديرم اللي جواها، ويتكون هذا عندنا الكابيتي. بعدين هنا راح تكون عندنا تو تيوب اللي هنا يسمون التو اندوكارديال تيوب. هذني الاندوكارديال تيوب اللي هنا منا هذني راح يندمجن مع بعضهن وراح يكونن لي الهارت. هذه فد مقدمة يعني عن مادة الاستولي اخذناها. هنا عدنا فد مقطع علي الهارت، اخذنا احنا بالاناتومي انه الهارت يتكون من 4 chambers اللي هو الرايت اتريوم والرايت فنتركل والليفت اتريوم والليفت فنتركل. قلنا بانه هذا الرايت اتريوم يصب باثنين اللي هو السبريير فينا كافا والانفيرير فينا كافا. هذني وين يصبون بالرايت اتريوم. بعدين هذا الرايت اتريوم راح ياخذ هذا دي اوكسجينيتد بلاد يدزه للرايت فنتركل. بعدين هاي الرايت فنتركل راح ياخذ هذا الدي اوكسجينيتد بلاد عن طريق البولموناري ارتري، وين راح يوديه؟ لللنج. بعدين هاي اللنج راح تاخذ هذا الدم وتوديه عن طريق البولموناري فين المن للليفت اتريوم. بعدين هاي الليفت اتريوم راح تدز هذا الدم للليفت فنتركل، ومن الليفت فنتركل راح يروح للايورتا، ومن الايورتا يروح للجسم. هنا عندنا البولموناري ارتري او عندنا الايورتا. البولموناري ارتري يطلع من الرايت فنتركل، بينما الايورتا يطلع من هنا هيك من الليفت فنتركل. هذا فد هيك مختصر عن الاناتومي. هنا عندنا الفورميشن اوف الهارت تيوب. The vascular system appear انه هذا جهاز القلب والاوعيه الدمويه راح يتكون بالميدل اوف الثيرد ويك بمتوسط الاسبوع الثالث. When the embryo is no longer able، لما الامبريو قبل لا يتكون هذا الهارت كان يحصل على النوتريشنال ريكويرمنت المتطلبات الغذائيه عن طريق الديفوجن، لكن انه اكيد الامبريو لما راح يبدي يكبر بعد هنا الديفوجن وحده ما راح يكون كافي يعني انه يوفر له المتطلبات الغذائيه، فراح يتكون عندنا الكارديو فاسكولار سيستم حتى انه الامبريو يحصل على السبلاي مالته من الهارت. فهنا انه الفاسكولار سيستم قلنا يتكون بالميدل اوف الثيرد ويك لما الامبريو نو لونجر ايبل انه غير قادر انه يلبي النوتريشنال ريكويرمنت، ما يكون يعني ما عنده قابليه انه يوفر متطلبات الغذائيه عن طريق الديفوجن، يعني الديفوجن وحده ما راح يكون كافي انه يوفر له هذه متطلباته، لذلك راح تكون عندنا الفاسكولار سيستم. هنا الفورميشن اوف الهارت تيوب، قلنا احنا الهارت تيوب راح يتكون عن طريق انه احنا راح يتكون عندنا طبقة الميزوديرم تو اندوكارديال تيوب. هذين التو اندوكارديال تيوب راح يندمجن مع بعضهن وراح يكون لي فد تيوب واحد اللي هو يسمونه الهارت تيوب. فهسه عندنا الهارت تيوب هو عبارة عن اندوثيليال ليند تيوب، هو عبارة عن تيوب. هذا التيوب سراوندد باي مايوبلاست، يحاط بمايوبلاست. is formed in splanching mesoderm، يعني هذا الهارت يتكون بالسبلانشينج ميزوديرم. اذا سالنا قال لنا انه الهارت وين يتكون، يتكون بطبقه الميزوديرم بالتحديد بالسبلانشينج لاير، في طبقه السبلانشينج اللي هي هذه هنا عند فرونتو الاورال برانجيال ميمبرانز. الهارت اول ما راح يتكون بالقرب من الاورال برانجيال ميمبرانز، يعني جهه الكرانيال اند، جهه الراس. هذه اول ما راح يتكون. يعني هسه عرفنا انه الهارت تيوب وين راح يتكون بالتحديد، راح يتكون بطبقه الميزوديرم، وين بطبقه السبلانشينج لاير.
زين وين راح يتكون بالبداية؟ أول ما راح يتكون بالقرب من الأورال فارنجيال ميمبرانز يعني بجهة الكرانيال إند. هنا عندنا الانترا امبريونيك كافيتي. هذا الانترا امبريونيك كافيتي اللي قلنا راح يتكون بين طبقة السوماتيك لاير وبين طبقة السيبلانشينج لاير. هذا الانترا امبريونيك كافيتي مستقبلا راح يكون لي البريكارديال كافيتي. هنا عندنا مثل ما اخذنا قبل شويه انه هذه عندنا طبقه السوماتيك لاير وهذه طبقه السيبلانشينج لاير. سوماتيك لاير اندمجت ويا طبقه الاكتوديرم والسيبلانشينج لاير يعني اندمجت ويا طبقه الاندوديرم. تكون بيناتهم فد كافيتي، هذا الكافيتي سميناه الانترا امبريونيك كافيتي. هذا الانترا امبريونيك كافيتي قلنا بالمستقبل راح يسوي لي البريكارديال كافيتي، وانه هذا الهارت تيوب راح يتكون وين؟ بالسيبلانشينج لاير. يعني هو يتكون بالميزوديرم بس بالتحديد بمنطقة بطبقة السيبلانشينج، أو أول ما راح يتكون هنا بالأورال فارنجيال ميمبرانز يعني يعني بجهة الكرانيال إند بجهة الرأس. هذه أول ما راح يتكون. هنا عندنا اللاتيرال فولدينج. طبعا إحنا عندنا نوعين من الفولدينج، عندنا لاتيرال فولدينج وعندنا سيفالو كاودل فولدينج. اللاترال فولدينج هو الفولدينج اللي راح يكون يعني من الجوانب يعني من هنا ومن هيك. فهذا اللاترال فولدينج راح يصير هنا بال 22 من الديفلوبمنت. هذني التو اندوكارديال تيوب اللي قلنا عليه منا وحده ومنا وحده، هذني فيوج اند فورم ا سنجل هارت تيوب. احنا مو قلنا انه عندنا منا هنا اندوكارديال تيوب وهنا اندوكارديال تيوب، هذني التو اندوكارديال تيوب راح يندمجن مع بعضهن وراح يكون لي تيوب واحد هو يسمونه الهارت تيوب. هذه هنا عندنا في المقطع هنا عندنا تكون تيوب واحد اللي هو الهارت تيوب. اذا نجي لهذا الهارت تيوب محاط بطبقة خارجية، هذه الطبقة الخارجية اللي تحيط به يسمونها المايوكارديوم. الطبقة الخارجية اللي تحيط بالهارت تيوب يسمونها المايوكارديوم، والطبقة الداخلية بالهارت تيوب يسمونها الاندوكارديال تيوب. فهنا يقول انه هذا السنجل هارت تيوب يتكون من انر اندوكارديال تيوب اللي هي من الداخل، والاوتر مايوكارديال مانتل اللي هي تحيط به من الخارج، والهارت يبدي يعني يدق. هنا عندنا النوع الثاني من الفولدينج اللي هو سيفالو كاودل فولدينج. هذا سيفالو كاودل فولدينج، سيفالو معناته رأسي، كاودل معناته ذيلي، فولدينج معناته راح يصير عندي فولدينج من جهة الرأس باتجاه الذيل يعني هيج من فوق لجوا هيج راح يصير عندنا فولدينج. شنو الفائدة من هذا السيفالو كاودل فولدينج؟ احنا قلنا بانه اللاترال فولدينج الفائدة من عدة انه يعني حتى انه هذني التو اندوكارديال تيوب اندمجن مع بعض ويكون لي الهارت تيوب. هسه السيفالو كاودل فولدينج الفائدة من عدة انه هذا الهارت، احنا قلنا الهارت تيوب اول ما راح تتكون وين؟ تتكون بالقرب من الاورال فارنجيال ميمبرانز يعني راح تتكون بجهة الكرانيال. زين احنا اكيد يعني القلب مالتنا خو ما يبقى بجهة الكرانيال، اكيد لا، فراح يصير عندنا فولدينج اللي هو سيفالو كاودل فولدينج. هذا الفائدة من عده انه راح يخلي هذا الهارت والبريكارديال كافيتي يصيرون بجهة الثوراسك يعني بجهة الصدر، انه راح يصير الفولدينج من هنا من جهة الكرانيال الى جهة الكاودل، وراح تخلي هذه الهارت تيوب وين هنا نصير بمنطقة الثوراسك. فنجي نقرأ هنا as the result of cephalo caudal folding، نتيجة للcephalo caudal folding انه هذا الهارت والبريكارديال كافيتي moves to the thoracic راح يصيرون بمنطقة الثوراكس هنا. فهذه الفائدة من السيفالو كاودل فولدينج. هنا هسه مثل ما حكينا قبل شوية شنو الفائدة من الفولدينج؟ احنا قلنا نوعين عدنا من الفولدينج، لاترال فولدينج وسيفالو كاودل فولدينج. اللاترال فولدينج قلنا اللي يصير يعني عدنا فد التفاف جانبي، الغرض من عده انه هذني التو اندوكارديال تيوب راح يندمجن مع بعض ويكولن للهارت تيوب. فاذا سألنا قلنا شنو الفائدة من اللاترال فولدينج؟ الفائدة من عده انه نكون الهارت تيوب،
وعندنا النوع الثاني من الفولدينج اللي هو السيفال أو كاودل فولدينج، اللي يصير من جهة الرأس إلى جهة الذيل. هذه الفائدة منه قلنا إنه الهارت أول ما راح يتكون بمنطقة الأورال بارنجيال ميمبرانز. وأكيد إحنا الهارت هو ما يبقى بجهة الكرانيال، أكيد يعني لازم يصير بجهة يعني منطقة الثوراكس، فراح يصير عندنا فولدينج اللي هو سيفالو كاودل فولدينج حتى يخلي الهارت بمنطقة الثوراسيك ريجن. فالفائدة من السيفالو كاودل فولدينج إنه حتى الهارت يصير بمنطقة الثوراسيك. هنا عندنا الهارت تيوب، تكون عندنا هذا الهارت تيوب. هذا الهارت تيوب راح تظهر فيه بفد مناطق يعني هيك انتفاخات. هذني المناطق عندنا هذه المنطقة الأولى، هذه يسمونها الأورتيك روت. عندنا هذه المنطقة الثانية، الجزء الثاني يسمونها الترانكس أرتريوسز. المنطقة الثالثة يسمونها البالباس كورديز. طبعا هذني يعني المناطق بالترتيب. وهنا عندنا هذه المنطقة يسمونها البريميتيف فنتركل، وهذا الجزء هنا يسمونه البريميتيف اتريوم، واخير جزء هذا يسمونه الساينوس فينوسز. طبعا هذا الساينوس فينوسز هو يمثل الفينز الاوردة، وهذا الفوق الاورتيك روتس هذا يمثل لي الارتريز. فهنا هنا البريميتيف هارت تيوب، هذا البريميتيف هارت تيوب قلنا راح تطلع فيه بفد دايليشنز، فد هيك انتفاخات. هذين الانتفاخات عددناهن اللي هي الترانكس ارتريوسز، البالباس كورديز، البريميتيف فنتركل، البريميتيف اتريوم، والساينوس فينوسز. هنا نقول انه الفايف دايليشنز، هذين الانتفاخات الخمسه اللي راح يطلعن بالهارت تيوب، appear along the length of the tube، يعني راح يطلعن على طول التيوب. نعم، اللي هي الترانكس ارتريوسز، البالباس كورديز، البريميتيف فنتركل، البريميتيف اتريوم، وايضا السينوس فينوسز. هذني الفايف دايليشنز، هذني الانتفاخات راح يصير لهم لوبينج اند ديفلوب، وراح يكون لي الادول ستراكشر، يعني هذا الهارت تيوب كله راح يصير له لوبينج حتى يكون لي الادول ستراكشر. كل منطقة من الهارت تيوب، كل منطقة من هذني راح تكون لي فد يعني جزء بالأدولت. يعني مثلا عندنا منطقة الترانكس أرتريوسز، هذه منطقة الترانكس أرتريوسز راح تكون لي الأيورتا، يعني مستقبلا تكون لي الأيورتا وتكون لي البلموناري ترانك. عندنا هذه المنطقة الثانية اللي هي البلبس كورديز، هذه البلبس كورديز راح تكون لي السموث بارت من الرايت فنتركل والسموث بارت من الليفت فنتركل. يعني الرايت فنتركل والليفت فنتركل السموث بارت من عندهن المسؤول عن تكوينه هو البلبس كورديز. هنا عندنا البريميتيف فنتركل، البريميتيف فنتركل راح يكون لي الترابوكوليتد بارت من الرايت فنتركل ومن الليفت فنتركل. يعني اذا سالني من المسؤول عن تكوين الترابوكوليتد بارت من الرايت فنتركل او الترابوكوليتد بارت من الليفت فنتركل، اقول له البريميتيف فنتركل. هنا عندنا ايضا البريميتيف اتريوم، هذا البريميتيف اتريوم راح يكون لي مستقبلا الترابوكوليتد بارت من الرايت اتريوم والترابوكوليتد بارت من الليفت اتريوم. هنا عندنا هذه السينوس فينوسز، هاي السينوس فينوسز راح تكون لي السموث بارت من الرايت اتريوم، راح تكون لي الكورنري ساينوس والأوبليكوبين أو الليفت أتريوم. هنا قد يجينا سؤال يعني إنه من المسؤول عن تكوين السموث بارت من الرايت الرايت فنتركل، أقول له البالباس كورديز. من المسؤول عن تكوين الأيورتا الترانكس أرتريوسز. من المسؤول عن تكوين الأوبليكوبين أو الليفت أتريوم هي السينوس فينوس. هنا عندنا الكارديوك لوب، قلنا إنه هذا الهارت تيوب ورا ما يتكون راح يصير له لوبينج. فthe heart tube elongate and bend، إنه راح يبدي يطاول ويعني يلتف باليوم 23. إحنا قلنا إنه هذا the heart tube بجزء سيفاليك portion أو جزء caudal portion. فالسيفاليك portion of the tube هذا الجزء الرئيسي من the tube bend، يعني راح هيك يعني يندمج أو يلتف ventrocaudally، يعني فنترو معناته الى الامام، كاودلي بجهه الكاودل.
on to the right يعني هذا هيج، يعني هذه جهة السيبالك بورشين راح هيج انه تلتف باتجاه اول شيء فانترو يعني الى الامام، كاودل يعني باتجاه الكاودل، وتو ذا رايت وهذا الكاودل بورشين اللي هو هذه الجهة، هذه الكاودل بورشين راح تلتف دورزو كرانيالي، دورزو معناته الى الخلف، كرانيالي معناته يعني باتجاه الكرانيال باتجاه الرأس، to the left باتجاه left يعني هيك راح يصير، دورزو يعني الى الخلف، كرانيالي يعني باتجاه الكرانيال، و to the left يعني هيك راح يصير الفولدينج مالتهم. هذا اللوبينج او البندينج ليش راح يصير؟ due to بسبب cell shape changes، بسبب تغيرات بشكل الخلايا، وراح تنتج لي جريز ذا كارديو كلوب، وهذا الكارديو كلوب راح ينتهي باليوم 28. هنا يقول what does looping achieve، هذا اللوبينج اللي صار بالهارت تيوب شنو راح يحقق لي؟ اول شيء انه البريمورديوم اوف الرايت فنتركل، يعني راح يخلي هذا الرايت فنتركل كلوز تو الاوت فلو تراك. طبعا خلي اقول لكم على شغله انه هذا عندنا الهارت تيوب، هذا الهارت تيوب، هذا الهارت تيوب الجهه هذه اللي كرانيال اند من عنده يسمونها الاوت فلو، وهي عباره عن ارتري، والجهه هذه الكاودل اند هي عباره عن فين ويسمونها الانفلو تراكت. فهذا اللوبينج ايش راح يسوي؟ راح يخلي هذا الرايت فنتركل قريب من الاوت فلو تراكت، يعني قريب من الارتري، راح يخلي البريمورديوم الليفت فنتركل قريب من الانفلو تراكت، وايضا الاتريوم راح يصير دورزال تو البلبس كورديز، يعني هذا الاتريوم راح يصير خلف البلبس كورديز، بمعنى اخر انه الانفلو راح يصير خلف الاوت فلو، يعني هذا انه هذا الانفلو راح يصير هيك خلف الاوت فلو، وايضا الجنكشن بين الفنتريكل اند البلبس كورديز، هذا القاطع او الرابط اللي بين الفنتريكل وبين البلبس كورديز راح يبقى ريمين نارو، راح يبقى ضيق، وهذا يسمى الانتر فنتريكولار فورامن. هذا هو يعني الفائدة من اللوبينج. هنا عندنا السبتيشن، قلنا احنا الهارت تيوب اول ما راح يتكون وان كابيتي، يعني انه يعني هيك عباره عن كابيتي واحد، فراح يصير عندنا فت سيبتوم، فت حواجز، اول حاجز اللي هو الانتر اتريال سيبتوم او يسمونه الاتريال سيبتوم، هذا الانتر اتريال سيبتوم، انتر معناته بين، اتريال معناته الاتريوم، سيبتوم معناته الحاجز اللي بين الاتريوم، يعني هذا الانتر اتريال سيبتوم راح يفصل الليفت اتريوم عن الرايت اتريوم. ثاني حاجز عندنا اللي هو الانتر فنتريكولار سيبتوم، هذا الانتر فنتريكولار سيبتوم راح يعني راح يصير بين التو فنتريكل، راح يفصل الليفت فنتريكل عن الرايت فنتريكل، وعندنا حاجز راح يصير بين البولموناري ترانك وبين الايورتا. الفائدة من هاي السبتيشن انه راح تقسم لي هذا الهارت الى 4 chambers، راح تقسم لي الهارت الى 4 chambers اللي هي الليفت اتريوم والليفت فنتركل والرايت اتريوم والرايت فنتركل. هذه الفائدة من السبتيشن. formation of الاتريال سيبتوم، الاتريال سيبتوم هو اللي راح يفصل الليفت اتريوم عن الرايت اتريوم. طبعا قبل لا اشرح هذا راح ارسم فديك رسم توضيحي حتى نفتهم شنو الاتريال سيبتوم. احنا عندنا هنا هذه الجهه،
هذه الجهة الفوق، هذه هنا هسه راح ناخذ بالسلايدات الجاية. انه عندنا هنا فد جزء يسمونه الاندوكارديال كوشن. فد كوشن هذا الفائدة من انه هو هذني السيبتوم، يعني راح هيجي تجي عليه انه تستند عليه. فهنا هسه عندنا هنا بهذه الجهة الاتريال سيبتوم. هذا الاتريال سيبتوم هو عبارة عن اثنين، يعني تو سيبتوم. اول سيبتوم اللي هو يسمونه السيبتوم برايمم، هذا السيبتوم برايمم راح ينزل من الاعلى باتجاه الاندوكارديال كوشن. طبعا هذا السيبتوم برايمم اكو فد فتحه بي يسمونه هنا، يسمونها الفورامين برايمم، او بعض المصادر يسمونها الاوستيوم برايمم. هذه وين موجوده؟ موجوده بالسيبتوم برايمم. هاي الفتحه لمن هذا السيبتوم برايمم راح يجي يتحد ويا هاي الاندوكارديال كوشن، هاي الفتحه راح تنغلق من هنا وراح تطلع فتحه فوق هنا يسمونها الاوستيوم سكندوم او الفورامين سكندوم. هذا اول حاجز عندنا. بصفة راح يطلع عندنا حاجز ثاني همين راح ينزل من الاعلى باتجاه الاندوكارديال كوشن، يسمونه السيبتوم سكندوم. هذا السيبتوم سكندوم همين فتحة يسمونها الفورامين اوفالي. هذين الفتحات شنو الفائدة من عندهم؟ احنا بالامبريو اللانج ما تشتغل زين. احنا هذا الدم يروح من الرايت فنتريكل عن طريق البولموناري ارتري لللانج. هاي وين؟ بالادلت زين. احنا اذا بالامبريو اصلا اللانج ما تشتغل، فاريد هذا الدم اللي يروح من الرايت فنتريكل اريده ما يعبر، يعني ما يعبر باللانج. فش نسوي؟ هذني عندنا هذني الشنطات. الفائده من عندنا انه هذا، لانه احنا بالامبريو الضغط بالجهه الرايت اعلى، يعني بجهه الرايت اتريوم بهذه الجهه اعلى من الضغط بالليفت اتريوم. فالدم راح يروح من هذه الجهه عن طريق هذني الفتحات يروح للليفت اتريوم بدون ما يمر باللانج. هذه الفائده من الشنط. هذني الفتحات اللي موجودات او الشنط بعد الولاده راح ينغلقن. ليش راح ينغلقن؟ لانه الجنين اول ما ينولد يعني راح يتنفس، راح يتنفس الرئه مالته راح تقوم تشتغل. من الرئه تقوم تشتغل الدم راح يمر باللانج. فمن يمر باللانج هنا بعد هذني الفتحات المفروض ينغلقن. وايضا انه يعني لما ينولد الطفل انه الضغط بجهه الليفت اتريوم بهذه الجهه راح يكون اعلى من الضغط من الرايت اتريوم. فهذني السيبتوم، هذا السيبتوم وهذا السيبتوم راح يندمجن سوا، وهذني الفتحات راح ينغلقن. تمام. هنا هسه هذا الاتريال سيبتوم. هنا راح نجي للفنتريكولار سيبتوم اللي هو يفصل الليفت فنتريكل عن الرايت فنتريكل. هذا هنا بجزئين، يعني جزء يسمونه الماسكولار سيبتوم اللي هو هنا، او جزء يسمونه الممبرينيوز سيبتوم اللي هو من هنا. وهنا اكو فتحه، هذه الفتحه تنسد لما يتصل هذا الماسكولار سيبتوم بالممبرينيوز سيبتوم. هذا هسه راح ناخذه بالسلايدات الجايه. هذا الحكي كله هسه نفسيته اللي رسمناه انه الفورميشن اوف الاتريال سيبتوم. هنا عندنا هذا السيبتوم برايمم، هذا السيبتوم برايمم راح ينزل من الاعلى باتجاه الاندوكارديال كوشن. هذا السيبتوم برايمم راح ينزل من الاعلى باتجاه الاندوكارديال كوشن. قلنا اول ما ينزل اكو بيفت فتحه، هاي الفتحه يسمونها الفورامين برايمم او مرات يسمونها الاوستيوم برايمم. قلنا هاي الفتحه من هذا السيبتوم برايمم راح يندمج ويا هاي الاندوكارديال كوشن، ويا هاي الكوشن. هاي الفتحه راح تنغلق من هنا وراح تظهر عندنا فتحه هنا يسمونها الفورامين سكندوم او الاوستيوم سكندوم. مثل ما هنا انه الفتحه انسدت من هنا وهنا طلعت فتحه اللي هي الفورامين سكندوم. هذا عندنا اول سيبتوم اللي هو السيبتوم برايمم. عندنا سيبتوم ثاني راح يظهر بصف السيبتوم برايمم اللي هو سميناه السيبتوم سكندوم. هذا السيبتوم سكندوم همين راح ينزل من الاعلى باتجاه الاندوكارديال كوشن. هذا السيبتوم سكندوم همين اكو بيه فتحه اللي هي يسمونها الفورامين اوفالي.
هنا أنا هذا السيبتوم اللي يتكون، فصل لي الرايت اتريوم عن الليفت اتريوم. قلنا هذني الفتحات اللي متكونات المفروض بعد الولادة ينغلقن. ليش؟ لأنه قلنا اللنج راح تشتغل، من اللنج راح تشتغل الضغط بجهة الرايت اتريوم، العفو بجهة الليفت اتريوم راح يكون أعلى من الضغط بجهة الرايت اتريوم. فهنا هذني السيبتوم الثانيين اللي هي سيبتوم سكندوم والسيبتوم برايموم راح ينطبقن سوا، وهذني الفتحات اللي موجودات راح يروحن. هذا اللي هو الفورميشن اوف الاتريال سيبتوم. هذا هنا همين عندنا صورة نفس الشيء. هنا عندنا بالبداية اللي هي الاوستيوم برايموم، هذا عندنا السيبتوم برايموم. سيبتوم برايموم راح تظهر به فتحة قلنا نسميها يا اما الاوستيوم برايموم او الفورامين برايموم. هذه الفتحة راح تنغلق لما هذا السيبتوم برايموم راح يعني يتحد ويا الاندوكارديال كوشن، وراح تظهر عندنا فتحة بالاعلى سميناها الاوستيوم سكندوم. وعندنا قلنا سيبتوم ثاني اللي هو سيبتوم سكندوم، هذا راح يكون بصفه وهم راح تظهر به فتحة يسمونها الفورامين اوفالي. وقلنا هذا الدم راح يعبر من الرايت اتريوم الى الليفت اتريوم عن طريق هذني الشان، هاي شو وقت بالامبريو، لكن بعد الولادة هذني الفتحات راح ينغلقن. هذا الحكي نفسيته بالرسم راح نعيده. هنا ذا اتريال سيبتوم، ذا كريسنت شيبد سيبتوم برايموم فورمز، انه هذا السيبتوم برايموم اللي هو كريسنت شيبد اللي شكله راح يكون هلالي راح يتكون. وهذا مين راح ينزل؟ جراوز راح ينمو توورد الاتريو فنتريكولار كوشن، يعني هذا السيبتوم برايموم راح ينزل من الاعلى باتجاه هذا الكوشن. هذا اول سيبتوم. الفورامين برايموم، هاي الفورامين برايموم اللي هي الفتحة اللي قلنا راح تظهر، هاي الفورامين برايموم راح تظهر بين السيبتوم برايموم وبين هاي الكوشن اللي هي قبل شوي وضحناها بالصورة اللي هي هذه، اللي هي هذه الفتحة اللي قلنا عليها راح تظهر بين السيبتوم برايموم وبين الكوشن. هنا الثالث شيء يقول انه الفورامين، ويقول انه هاي الفورامين برايموم الفتحه اللي راح تظهر از كلوزد، يعني راح تنغلق لما هذا السيبتوم برايموم راح يندمج ويا الكوشن. ثالثا يقول انه الفورامين سكندوم، هاي الفورامين سكندوم او الاوستيوم سكندوم راح تظهر وين؟ بالمركز مال السيبتوم برايموم. قلنا هذا السيبتوم برايموم لما راح يندمج ويا الكوشن راح تظهر الفتحة وين؟ يعني هيك بالمركز او بالاعلى اللي هي سميناها الفورامين سكندوم. رابع شيء ذا كريسنت شيبد سيبتوم، راح يظهر عندنا سيبتوم ثاني همينه شكله راح يكون هلالي اللي هو سميناه السيبتوم سكندوم. هذا السيبتوم سكندوم راح يكون تو ذا رايت، يعني باتجاه يعني تو ذا رايت اوف السيبتوم برايموم، يعني بجهة الرايت من السيبتوم برايموم. الفورامين اوفالي، هاي الفورامين اوفالي الفتحة اللي راح تظهر بالسيبتوم سكندوم، هاي الفورامين اوفالي راح تنفتح بين الابر اند اللور ليمب اوف السيبتوم سكندوم، يعني راح تظهر هذه خلينا نرقمها بالصورة هنا، هذه الفتحة اللي هي يسمونها الفورامين اوفالي. هاي الفورامين اوفالي راح تتكون بين الابر اند اللور ليمب اوف السيبتوم سكندوم. هنا يقول during the embryonic life اثناء حياة الامبريو blood is shunt from right atrium to left atrium عن طريق الفورامين اوفالي. قلنا اثناء حياة الامبريو انه الضغط راح يكون بجهة الرايت اتريوم اعلى من الضغط بجهة الليفت اتريوم، وقلنا اللنج ما تشتغل، فهذا الدم راح ينتقل من الرايت اتريوم الى الليفت اتريوم عن طريق هذني الشنت اللي موجودات اللي هي سميناها الفورامين اوفالي. بعدين افتر بيرث، بعد الولادة هذني الفورامين اوفالي هذني الفتحات كلوجر راح ينغلقن.
ليش راح ينغلقن؟ لأنه الضغط بالرايت اتريوم راح يقل، هنا ديجريز الرايت اتريال بريشر، انه الضغط بالرايت اتريوم راح يقل والضغط بالليفت اتريوم راح يزداد. فهذا ايش راح يسوي لي؟ انه هاي السيبتوم برايموم والسيبتوم سكندوم اثنينهم راح افيوج، راح يندمجن مع بعض وراح يكون لي الاتريال سيبتوم. هنا عندنا الاتريال سيبتال ديفكت. هذا الاتريال سيبتال ديفكت السبب مالته اما يكون كومبليت ابسنس اوف الاتريال سيبتوم، انه هذا الاتريال سيبتوم يكون ما موجود بالكامل، او السيبتوم سكندوم انه مالته يكون ان ادوكيت. السبب الثاني انه هاي الاوستيوم برايمم او الاوستيوم سكندوم، هذين الفتحات اللي موجودات بالسيبتوم برايمم، المفروض قلنا افتر بيرث بعد الولاده ينغلقن، فاذا صار عندنا فيلر فشل بالغلق مالتهن راح تسوي لي الاتريال سيبتال ديفكت. هنا عندنا السيبتوم فورميشن ان الاتريو فنتريكولار كانال. هنا يقول عندنا تو ميسينج كايم كوشن، يقول راح تكون عندنا تو كوشن اللي هو السوبيريور اندوكارديال كوشن والانفيريور اندوكارديال كوشن، وايضا تو لاتيرال، عندنا يعني عندنا واحد سوبيريور اندوكارديال كوشن وانفيريور اندوكارديال كوشن، وعندنا اثنين لاتيرال، يعني راح تكون عندنا فور كوشن. هذه السوبيريور او الانتيريور كوشن هذا، وهذا هنا الانفيريور او البوستيريور كوشن، هذين فيوج يعني راح يقتربن مع بعضهن ويندمجن. بالنهاية ايش راح يسوي لي؟ راح يقسم لي هاي الاتريو فنتريكولار كانال الى تو كانال، يعني راح يصير هنا عندنا تو كانال اللي هي الرايت الاتريو فنتريكولار كانال والليفت الاتريو فنتريكولار كانال، مثل ما هنا عندنا انه احنا هذا عندنا الهارت تيوب، هنا عندنا جهة الاتريوم وهنا جهة الفنتريكل، هنا عندنا فد قلنا سوبيريور، هنا عندنا سوبيريور اندوكارديال كوشن وانفيريور اندوكارديال كوشن، قلنا هذني، وهنا عندنا تو لاتيرال، هذني تو كوشن، قلنا راح يقربن مع بعض هنا ويندمجن ويقسم لي هاي الاتريو فنتريكولار كانال الى قسمين اللي هي الرايت الاتريو فنتريكولار كانال والليفت الاتريو فنتريكولار كانال. هاي هي، هذا هو الكوشن، هذا الكوشن راح يقسم لي الاتريو فنتريكولار كانال الى رايت اتريو فنتريكولار كانال هذه وليفت اتريو فنتريكولار كانال. هنا الاندوكارديال كوشن، هذه الاندوكارديال كوشن الفائده من عندها اول شيء انه ديفايد الاتريو فنتريكولار كانال، راح تقسم هاي الاتريو فنتريكولار كانال الى ليفت اند رايت، مثل ما اخذنا هنا انه هذه هنا راح تقسم لي الاتريو فنتريكولار كانال الى ليفت اند رايت. ثانيا كلوز ذا اوستيوم برايمم، انه تغلق هاي الاوستيوم برايمم اللي موجوده بالسيبتوم برايمم. ثالثا فورم ذا ممبرينيوز بورشن، راح تكون الممبرينيوز بورشن بالانتر فنتريكولار سيبتوم، قلنا انه هذا الانتر فنتريكولار سيبتوم اللي راح يفصل الليفت فنتريكل عن الرايت فنتريكل، قلنا يتكون من جزئين، جزء يسمونه المسكولر وجزء يسمونه الممبرينيوز، فهنا هاي الاندوكارديال كوشن راح تكون لي الممبرينيوز بورشن. ورابعا فورم الميترال اند الترايكسبيد بال، يعني راح تكون الميترال والترايكسبيد بال. السيبتوم فورميشن تكون السيبتوم بالترانكس ارتريوسيس بالكونس كورتيز،
يقول هنا أنه أثناء الأسبوع الخامس هاي الترانكاز أرتريوسز راح يتكون بيها تو سويلينج اللي هو الرايت سوبيريور سويلينج والليفت انفيريور سويلينج. هذه هنا إذا نجي أنه منطقة الترانكاز أرتريوسز بيها سويلينج اثنين، واحد اللي هو يسمونه الرايت سوبيريور سويلينج اللي هو هذا، والثاني اللي هو الليفت انفيريور سويلينج اللي هو هذا. هذني السويلينج التو سويلينج يقراو راح ينمن ويكبرن and twist around each other، يعني راح يلتفن حول بعضهن بشكل سبايرال بشكل حلزوني حتى يكونن السيبتوم اللي راح يفصل بين الايورتا والبولموناري ترانك. هذا هنا اذا لاحظ انه راح يلتفن بشكل هيك سبايرال بشكل حلزوني. هنا عندنا هذا الأورتيك بولموناري سيبتوم، هذا السيبتوم اللي يفصل بين الأيورتا وبين البولموناري راح يقسم هاي الترانكاز أرتريوسز إلى أيورتيك أند بولموناري تشانل. هنا أيضا عندنا منطقة الكورديز، هاي منطقة الكورديز همنا بيها تو سويلينج، السويلينج الأول اللي هو الانتيرو لاترال بورشن اللي هو راح يكون وير رايت فنتركل، وال السوالينج الثاني اللي راح يكون بوستيرو ميديال بورشن اللي راح يكون باتجاه الليفت فنتركل. هنا راح نجي نوضحها بالرسم. هنا عندنا هذه منطقة الكونس كورديز، هاي منطقة الكونس كورديز همين راح تظهر بيها تو سوالينج. اول سوالينج اللي هو راح هنا راح يكون انتيرو لاترال اللي راح يكون ويا رايت فنتركل، والسوالينج الثاني اللي راح يكون هذا اللي راح يكون دورزو ميديال بورشن اللي راح يكون ويا الليفت فنتركل. هذا هنا توضيح للحكي اللي هسه حكيناه، انه عندنا هذا هنا عندنا هذا الترانكاز ارتريوسز والبلبس كورديز. هاي الترانكاز ارتريوسز بيها تو سوالينج، وهنا ايضا البلبس كورديز همين بيها تو سويلينج. هنا هذني راح يصير لهن يعني سبايرال كورز، يعني التفاف حلزوني. هنا عندنا هذا البولموناري ترانك وعندنا الايورتا. هذا البولموناري ترانك مين راح يطلع؟ راح يطلع من الرايت فنتركل، وهنا الايورتا راح تطلع من جهه الليفت فنتركل. النيورال كراسل، هاي النيورال كراسل هذني الخلايا مسؤولات عن تكوين الاندوكارديال كوشن. هاي الاندوكارديال كوشن اللي اخذناها قلنا انه قسم الاتريوفنتركولار كانال الى ليفت اند رايت اتريوفنتركولار كانال، اللي مسؤول عن تكوينها هي النيورال كراس سيل. فيقول انه النيورال كراس سيل هي تساهم بتكوين الاندوكارديال كوشن بمنطقة الكونس كورديز اند الترانكاز ارتريوسز. هذني الخلايا اللي هن النيورال كراست، إذا صار بين abnormal migration أو proliferation أو differentiation هذني راح يؤدي إلى congenital malformation، إلى تشوهات بمنطقة الكونترانكار ريجن. هذني الخلايا النيورال كراسيال بالإضافة أنه هن يكونن لي الإندوكارديال كوشن، هن أيضا يكونن الكرانيوفاشيال ديفلوبمنت، يعني مسؤولات عن تكوين الوجه والرأس. لذلك أنه من الشائع انه نرى فاشيال اند كاردييك ابنورماليتيز، يعني اكو بعض الاشخاص تكون عندهم ابنورماليتيز بمنطقه الفاشيال يعني بوجههم. فالاشخاص اللي يكون عندهم تشوهات بوجههم يعني من المحتمل ان تكون عندهم كاردييك ابنورماليتيز. ليش؟ لانه الاساس هو واحد، لانه المسؤول عن تكوين هذين اثنيناتهم هم النيورال كراسيال. فمن المحتمل انه نفس الشخص نلقى بيه فاشيال اند كاردييك ابنورماليتيز. هنا عندنا الابنورماليتي اوف الكونوترانكال ريجن، هذه منطقه الكونوترانكال ريجن اذا صار بيها ابنورماليتي راح تؤدي الى التيترولوجي اوف فالوت. هاي تيترولوجي اوف فالوت رباعيه فالوت راح ناخذها بالكونجتينيال هارت ديزيز، انه راح تكون عندنا four abnormalities أربعة تشوهات. هاي تيترولوجي أوف فالوت تصير بسبب الأنيكوال ديفيجن أوف الكونز، إنه هاي الكونز ما راح تنقسم بشكل متساوي، فراح تؤدي إلى هذا السيبتوم اللي راح يفصل البلمونري ترانك عن الأيورتا، راح يصير بانتيريور ديسبلايسمنت إزاحة للأمام.
ثاني شيء عندنا البريستنز تنقذ ارتريوسز، انه هاي اللي تنقذ ارتريوسز ما راح تنقصهم وراح تبقى واحده بسبب الفيلر اوف الكورنر ترانكرز تو فيوج. ثالث شيء الترانسبوزيشن اوف الجريد بازلز، احنا قلنا هذني الجريد بازلز اللي هنا البولموناري ترانك والايورتا. البولموناري ترانك قلنا يطلع من الرايت فنتركل، والايورتا امين تطلع من الليفت فنتركل. هنا راح يصير عندنا ترانسبوزيشن اوف الجريد بازلز، انه راح يصير شلون عندنا تبادل، انه هاي الايورتا راح تطلع من الرايت فنتركل، وهاي البولموناري ترانك العفو راح تطلع من الليفت فنتركل. هذا بسبب الفيلر اوف الكونترانكل سيبتوم، انه هذا السيبتوم اللي راح يفصل بين البولموناري ترانك وبين الايورتا. هنا يعني راح يصير بي فيلر تو فولو اتس نورمال سبايرال كورز، يعني ما راح يتبع انه هذا السبايرال كورز مالت الالتفاف الحلزوني. سيبتوم فورميشن ان ذا فنتريكل، اللي هو تكوين السيبتوم بالفنتريكل. باي ذا اند اوف الفورث ويك، بنهايه الاسبوع الرابع هذني تو فنتريكل راح يصير بهن اكسباند. وهنا انه هذا المايوكارديوم اللي هو يحيط بالهارت من الخارج راح يصير بكونتينيوس جروث، انه راح يصير بنمو مستمر وين بالاوتسايد بالخارج، بينما هذه الاندوكارديوم اللي هو بالداخل راح يصير بكونتينيوس ديفيرتيكوليشن اند ترابوكولاي، انه هذا الاندوكارديوم اللي موجود بالداخل راح يصير بتمزق باستمرار، بينما اللي بالخارج اللي هي مايوكارديوم راح يصير بكونتينيوس جروث، وبالتالي انه هذا الفنتريكل يعني راح هنا راح يكبر. عندنا الانتر فنتريكولار سيبتوم، الحاجز اللي راح يفصل بين التو فنتريكل اللي هو هذا الانتر فنتريكولار سيبتوم، قلنا يفصل الرايت فنتريكل عن الليفت فنتريكل. يتكون من جزئين، جزء يسمونه الماسكولار سيبتوم وجزء يسمونه الممبرينيو سيبتوم. هذا الماسكولار سيبتوم ديفلوب راح ينمو او يظهر اون ذا فلور، يعني من الاسفل اند جراو توورد، وراح ينمو باتجاه هذا الاتريو فنتريكولار كوشن، يعني هذا الماسكولار راح يطلع من الاسفل ويروح باتجاه الكوشن. الانتر فنتريكولار فورامن راح تظهر عندنا فتحه يسمونها الانتر فنتريكولار فورامن. هاي الانتر فنتريكولار فورامن تقع بين الماسكولار سيبتوم وبين هاي الاتريو فنتريكولار كوشن. هاي الفورامن راح تنغلق is closed by the membranous interventricular septum، يعني راح تنغلق بواسطة هذا الممبرينيوس سيبتوم. الممبرينيوس سيبتوم is formed by three sources، يعني هذا الممبرينيوس سيبتوم راح يتكون بواسطة ثلاث مصادر اللي هو right bulbar ridges والleft bulbar ridges والatrioventricular cushion. عندنا الكورنري ارتريز، الكورنري ارتريز شلون تتكون؟ عندنا هذني البروجينيتور ستيم سيل اللي جايات من الليفر مايجريت، راح يهاجرن المن للهارت تيوب، وراح يستقرن وين؟ بنيث اسفل البري الابيكارديوم. يعني هذني البروجينيتور ستيم سيل اللي جايات من الليفر راح يهاجرن للهارت تيوب وراح يستقرن اسفل الابيكارديوم. هذني البروجينيتور ستيم سيل راح يكون المسكولار شانلز، هذني المسكولار شانلز راح ينمن باتجاه الترانكز ارتريوسز، وراح يكون لي البريترانكال كابيلاري رينج. هاي البريترانكال كابيلاري رينج بها مجموعة من الكابيلاريز، قسم من عندهن راح يصير لهن ريمودلينج، وقسم من عندهن راح يختفن، وراح يبقى فقط عندنا هذني تو كابيلاريز اللي هن الرايت اند الليفت الكورنري ارتريز. عندنا development of the arterial system، يعني النمو مات ال arterial system. يقول إنه in the head and the neck region، بمنطقة الرأس والعنق عندنا هذا ال pharyngeal arts. هذا ال pharyngeal arts يتكون من 6 arts، يعني يتكون من 6 أقواس. كل pharyngeal arch راح يدخل بها arteries واحد اللي هو يسمونه aortic arch. هذا الايورتيك ارج همين يتكون من 6 ارج، فكل بارنجيال ارج راح يدخل بيها ارتري واحد اللي هو يعني راح يدخل بيها ايورتيك ارج واحد. فهذني الايورتيك ارج ارتريز راح يمرن بريمودلينج، يعني قسم من عندهم راح يختفي، قسم من عندهم راح يصير لهم ريمودلينج.
بالنهاية راح يعني راح يكون لي الرايت اند الليفت دورزال ايورتا. هذني الليفت اند الرايت دورزال ايورتا بيوجي راح يندمجن مع بعضهم، راح يكون لي ايورتا واحد اللي هو دورزال ايورتا، لان احنا ما يصير يعني ما يصير عندنا اثنين ايورتا، لازم عندنا ايورتا واحد. لذلك هذني راح يندمجن وراح يكون لي الدورزال ايورتا. هذا الدورزال ايورتا راح يتفرع الى عده برانشز اللي هي البوست لاتيرال ارتريز واللاتيرال ارتريز وايضا الفنترال ارتريز. ان هذا يعني يوضح الحكي اللي حكيناه هسه. هذا الرسم اوضح انه احنا عندنا هذا الايورتيك ارج. هذا الايورتيك ارج يتكون من 6 ارج، هذا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. هنا قسم من عدن راح يصير لنا ريموتلين، قسم من عدن راح يختفي. او هذا الايورتيك ارج راح ينطيني الليفت اندر رايت الدورزال ايورتا. هذني الليفت اندر رايت راح يندمجن مع بعضهن وراح يكون لي الدورزال ايورتا واحد. هذا الدورزال ايورتا او هذا الارج اوف الايورتا او هاي الارج اوف الايورتا طالع من عنده ثلاث برانشات. هذني الارج مات الايورتا الستة، كل واحد من عندهن راح ينطيني بالادولت فد يعني فد شيء. يعني هسه عندنا الاورتيك ارج ارتري الاول راح ينطيني جزء من المكزيلاري ارتري، عندنا الاورتيك ارج الارتري الثاني راح ينطيني جزء من الستابيدال ارتري، الثالث راح ينطيني الرايت اند الليفت الكومن كاروتيد ارتري، هم من جزء من عدين راح ينطيني، وايضا راح ينطيني الرايت اند الليفت الانترنال كاروتيد ارتري. هنا عندنا الايورتيك ارج الرابع راح ينطيني الرايت سب اجلافينيان ارتري جزء من عدين همين، راح ينطيني الارج اوف الايورتا، والخامس همين هنا راح يروح الخامس بالهيومنز، والسادس همين راح ينطيني الرايت اند الليفت البولموناري ارتري. هنا عندنا الدورزال ايورتا، هذا الدورزال ايورتا قلنا راح تطلع من عدة ثلاثة برانشات اللي هو البوست لاترال ارتريز واللاترال ارتريز والفنترال ارتريز. هذه البوست لاترال ارتريز راح تنطيني او تكون لي الارتريز تو الابر اند اللور اكستريميتيز وهذني همين، وهاي اللاترال ارتريز راح تنطيني الرينال والسبرينال وغيره والجونادال ارتريز. الفنترال ارتريز اللي هي البطلين والامبليكال، البطلين راح يعطيني سيلياك والسبرير وغيرها، والامبليكال همين راح تنطيني هذين. نحن ديفلوبمنت اوف البينا سيستم، احنا قلنا مو هذا الهارت تيوب، هذا الهارت تيوب بالاسفل قلنا الاخير شيء اللي هو يسمونه السينوز فينوسز. هذا السينوز فينوسز يتكون من تو هورن اللي هو الليفت هورن والرايت هورن. هذا الليفت هورن والرايت هورن كل واحد من عندهن يتكون من بيرس اوف فين، زوج من الاورده اللي هي اول واحد يسمونه البيتلاين فين اللي هو هذا، ثاني واحد يسمونه الامبليكال فين، ثالث واحد يسمونه الكاردينال فين. وذني كل واحد من عدن يعني مستقبلا راح ينطيني فد جزء معين. هذني كلهن يرتبطن مع بعضن ويكونن لي السينوس فينوسز. يعني هذا السينوس فينوسز بي رايت هورن وبي ليفت هورن، كل واحد من عدن راح يطلع فد مجموعة من الفين اللي هنا ذني عددناهن. هذني الفين راح يصيرن هن ريمودلينج بسبب الليفت رايت شانتينج اوف الفينوس تو رايت اتريوم. هنا عندنا هذني اللي هنا البطلين بينز، قلنا انه البطلين بينز ايش راح تعطيني؟ البطلين بينز قلنا يعني عندنا نوعين، عندنا رايت بطلين بينز وعندنا ليفت بطلين بينز. فالرايت اند ليفت بطلين بينز راح تعطيني بورشن اوف الانفيرير فينا كافا، يعني راح تعطيني جزء من الانفيرير فينا كافا، ايضا راح تعطيني الهيباتيك فين والسينوسايدز والدكت فينوسز وغيرها. عندنا الامبليكال فين، هذا الامبليكال فين همينا عندنا رايت امبليكال فين وليفت امبليكال فين. الرايت امبليكال فين راح يعطينا الهيباتيك سينوسايدز، ومن هذا يعني راح يختفي بالارلي، راح يختفي مبكرا بالفيتال لايف.
وعدنا الليفت. هذا الليفت امبليكال بين همين راح يكون لي الهيباتيك سينوسايد والليجمنتيوم تيرز. ثالث بين عدنا اللي هو الكاردينال بين. هذا الكاردينال بين الانتيريور كاردينال بين راح ينطينا السبيريور فينا كافا والانترنر جوجلولار بين. البوستيريور راح ينطينا جزء من الانفيريور فينا كافا وغيرها. السب كاردينال بين همين راح يعطينا جزء من الانفيريور فينا كافا والرينال بين والجونادال بين. والسبرا كاردينال همين راح يعطينا جزء من الانفيريور فينا كافا وهذني. الفيتال سيركوليشن قلنا احنا بانه اللنج بالفيتاس تكون نون فانكشن، لانه اللنج تكون نون فانكشن ما تشتغل، فهذا البلاد ما راح يمر باللنج، راح يسوي له باي باس، راح يعبر هذه اللنج. وهذا الاكسجينيتد بلاد اللي راح يجي من المذر راح ينتقل عن طريق الامبليكال فين. فالامبليكال فين راح تاخذ هذا الاكسجينيتد بلاد من البلاسينتا وتودي لي الامبريو، بينما هذا دي اكسجينيتد بلاد راح تاخذ هذه الامبليكال ارتريز وين تودي لي البلاسينتا. هنا عندنا هذا المخطط، انه هنا عندنا الاكسجينيتد بلاد الدم اللي شايل الاوتو وشايل النوترينتس راح يجي للبلاسينتا عن طريق البلاسينتا. هاي البلاسينتا راح من البلاسينتا يروح للليبر، لانه الليبر هنا يكون نون فانكشن يعني ما يشتغل، راح يسوي له باي باس عن طريق الدكتس فينوسز. هذا الدكتس فينوسز راح يربط الانفيريور فينا كافا بالامبليكال فين. فهذا البلد راح ينتقل من البلاسينتا بعدين يروح للليبر، والليبر لانه ما يشتغل راح يدز هذا الدم للانفيريور فينا كافا. هذا الانفيريور فينا كافا راح يودي هذا الدم للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم راح يروح للرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل راح يروح عن طريق البولمونري ترانك لللنج. لانه اللنج بالفيتال تكون نون فانكشن ما تشتغل، راح يسوي باي باس لللنج عن طريق الدكتس ارتريوسز. هذا الدكتس ارتريوسز يربط البولمونري ترانك بالايورتا بحيث يخلي الدم يروح من البولمونري ترانك الى الايورتا بدون ما يمر باللنج، ومن الايورتا راح يروح الى بقيه الجسم. عندنا طريق ثاني، انه هذا الدم راح يروح عن طريق البلاسينتا، او من البلاسينتا راح يعبر الليبر، او من الليبر راح يودي لي الانفيريور فينا كافا. هذا الانفيريور فينا كافا امين راح تودي للرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم احنا قلنا مو اكو فد شنتات فد شنت او فتحه بين الليفت اتريوم او بين الرايت اتريوم، هذه اللي هي سميناها الفورامين اوفالي. هذا الدم راح يعبر عن طريق هذه الفتحه من الرايت اتريوم الى الليفت اتريوم، وهمين راح يروح من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، ومن الليفت فنتركل راح يروح للايورتا، والايورتا يودي الى بقيه الجسم. هنا عندنا نفس الشيء، انه قبل الولاده انه بالفيتال هنا مثل ما شرحنا انه من البلاسينتا راح يروح للليبر، لانه الليبر ما يشتغل راح يروح للانفيريور فينا كافا، والانفيريور فينا كافا تودي للرايت اتريوم، والرايت اتريوم راح تودي لي الرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل راح يروح لللنج، بس لانه اللنج ما تشتغل راح يسوي باي باس، راح يعبر اللنج وراح يروح قبل للايورتا، ومن الايورتا للجسم. هذه قبل الولاده. لكن هنا بعد الولاده عندنا اول شيء انه الجنين راح يبدي يتنفس، فمن راح يبدي يتنفس اللنج مالته راح تشتغل، من اللنج مالته راح تشتغل راح تبدي عمليه الريسبيريشن، من اللنج مالته راح تشتغل الضغط بالليفت اتريوم راح يصير اعلى من الضغط من الرايت اتريوم، يعني الليفت اتريوم بريجر انجريز راح يزداد. وهذني الفتحه اللي موجوده بالاتريال سيبتوم اللي هي الفورامين اوفالي هذه راح تنغلق. وهي الدكتس ارتريوسز اللي هي تربط البولمونري ترانك بالايورتا همين راح تنغلق هنا، وايضا الدكتس فينوسز همين راح ينغلق هنا. بعد الولاده هنا الدم راح يجي ينصب بالرايت اتريوم، من الرايت اتريوم راح يروح للرايت فنتريكل، من الرايت فنتريكل عن طريق البولمونري ترانك راح يمر باللنج، ومن اللنج
راح يروح عن طريق البولموناري فين للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم للليفت فنتركل، ومن الليفت فنتركل راح يروح للأورتا، وهذه الأورتا تودي للجسم. التغيرات اللي راح تصير افتر بيرث بعد الولادة، هنا عندنا هذا الامبليكال ارتريز راح ينغلق بعد الولادة، وراح يصير الامبليكال ليجامنتس. ايضا عندنا هذا الامبليكال فين والدكتز فينوسز همين راح ينغلقن. الامبليكال فين راح تكون لي الليجامنتيوم تريز هيباتز، بينما الدكتز فينوسز راح تكون لي الليجامنتيوم فينوزيوم. وعندنا هاي الدكتز ارتريوسز اللي تربط البالموناري ترانك بالايورتا همين راح تنغلق وتكون لي الليجامنتيوم ارتيزيوم. وهاي الفورامن اوفالي همين راح تنغلق وراح تكون لي الفوزا اوفاليز. هنا عندنا انه قبل الولادة كان الضغط بالرايت اتريوم اعلى من الضغط بالليفت اتريوم، وكان الدم يعني ينتقل من الرايت اتريوم الى الليفت اتريوم عن طريق هذه الفتحة اللي موجودة اللي يسمونها الفورامين اوبالي. لكن بعد الولادة هاي الفورامين اوبالي راح تنغلق. ليش؟ لانه الضغط بالليفت اتريوم راح يصير اعلى من الضغط بالرايت اتريوم، فبالتالي انه هذني السيبتوم اللي هي سيبتوم برايمم والسيبتوم سكندوم راح يندمجن مع بعضهن، وهذه الفتحه اللي موجوده بيهن اللي هي الفورامين اوفالي راح تنغلق. هنا نكون وصلنا نهايه المحاضره. هنا خليتكم مش كم سؤال عن هذه المحاضره تقدرون تختبرون بيها نفسكم، او اي شيء مفاهمينه او مواضع عندكم تقدرون انه تسالوني. وبالتوفيق، في امان الله.